نحن في المخيم تفاجأنا عند الساعة 12:30 مساء بقصف الاحتلال الإسرائيلي، طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مخبز المغازي الجديد، وهو المخبز الوحيد في مخيم المغازي الذي يعني يقصده آلاف المواطنين بشكل يومي. الاحتلال الإسرائيلي أثبت باستهداف يعني هذا المخبز أنه عاجز عن تحقيق أي من الأهداف التي انطلقت من أجلها العملية العسكرية في قطاع غزة. Thousands are seriously injured. 1.6 million people are displaced. There is no water, no food, no electricity, no medicines. The trauma and destruction is unspeakable. And the inferno that the Gaza people are in right now is a stain on all of us, on all UN member states, especially those who have the power to stop it and do not do it.